مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ورحب بكم في هذه التغطيه، حيث انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 والذي يحضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. وقد وصل بالامس بالفعل السيد الرئيس الى دوله الامارات العربيه المتحده واستقبل العديد من الشخصيات، في مقدمتهم السيد رئيس سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، وايضا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكما تابعتم السيدات والسادة، فقد ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر، وهي رئيس الدولة السابقة كوب 27، كلمة مصر في هذا المؤتمر الدولي الكبير والذي يتابعه العالم أجمع. وحول هذا الموضوع ومشاركة السيد الرئيس في هذا المؤتمر، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ. دكتور فهيم، تحياتي لحضرتك في البداية يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا دكتور محمد. دكتور، كيف تابعتم الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي سيبني عليها المؤتمر الحالي في دبي بما أسفر عنه المؤتمر السابق الذي انعقد في مصر، وحيث سلمت مصر رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات الشقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. تحياتي. طبعا يعني استكمالا لكل مداخلات السيد رئيس الجمهوريه فيما يخص كل فعاليات تغير المناخ على المستوى العالمي، هناك توجه واضح للدوله المصريه في هذا الاطار، ان تاكيد كبير على التزام الدول المتقدمه، الدول الصناعيه الكبرى، الدول التي لها تاثير كبير على ظاهره تغير المناخ وهي المسببه لهذه الظاهره. نعم. التزامها الكبير ب ما يسمى بالتمويل المناخي او بدعم الدول المتاثره بتغير المناخ غير المؤثره فيه. طبعا مصر من اهم الدول التي تتاثر وبشده بسبب التغيرات المناخيه في قطاعات كثيره، اهمها بالطبع قطاع الامن الغذائي والزراعه. لذلك كانت كلمه السيد الرئيس كلمه واضحه وقويه، وفي هذا الاطار لابد من يعني التسارع في تنفيذ التعهدات السابقه وتعزيز العمل الجماعي والعاجل لاحتواء اثار تغير المناخ. للمره الثانيه نؤكد ان كلمه السيد الرئيس جاءت تاكيدا على هذه الرساله الواضحه، بان حتى وان كانت مصر غير مسؤوله او مساهمه في غازات الاحتباس الحراري، ولكن لديها طموحات واجراءات. هذه الاجراءات اجراءات يعني تكلفت الكثير، اعاده هيكله البنيه التحتيه في مصر، واضافه رقعه زراعيه كبيره. كل هذه الاجراءات بالمناسبه هي اجراءات موجهه في الاساس للتكيف مع ظاهره تغير المناخ، وكان ولا بد ان تكون كل تكلفتها من الدول التي الصناعيه الكبرى وليست من الموازنه العامه للدوله. نعم. دكتور محمد، يعني الحقيقه كان في المؤتمر السابق كوب 27 الذي انعقد في العام الماضي والتي راست مصر دوره هذه الدوره، الحقيقه توصلت مصر للعديد من النتائج الايجابيه والتي سيبني عليها المؤتمر الحالي، مؤتمر الامارات كوب 28، الحقيقه العديد من النتائج التي من المفترض الحصول عليها. وبالفعل أعلن سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك صندوق سوف ينشأ، وبدأ هذا الصندوق ب 30 مليار دولار، ومن المفترض أن يكون هذا الصندوق الإجمالي العالمي له 250 مليار دولار. هل ترى من وجهة نظر حضرتك أن العالم سيلتزم بدعم هذا الصندوق، وهل هناك آليات بالفعل تدفع الدول الصناعية الكبرى المتسببة في ما يحدث للتغير المناخي من وضع سلبي في الكون، أنها بالفعل تقوم ب يعني تحقيق التزامها؟ بالطبع، يعني نتمنى طبعا وكل العالم يتمنى أن تلتزم الدول الصناعية. بالمناسبة، نعم، هذا الامر، هذه الاموال او هذا التمويل المطلوب من الدول الصناعيه ليس صدقه من هذه الدول اللي بقيه دول العالم، بل هو جزء، ولكن جزء مما تربحت بالفعل، جزء مما تربحت به بسبب ضخها لمليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. نعم. كل هذه الصناعات التي قامت على مدار عشرات السنين لهذه الدول هي التي
كانت سبب في تقوية اقتصادها وسبب في تقدمها، ولكن كان على حساب دول أخرى. هذه الدول الأخرى الآن تريد جزء من حقوقها وليس جزء، وليس كما أسلفت أن هذه صدقة من هذه الدول. طب بالطبع نتمنى أن تلتزم الدول، يعني من غير المأمول أن تلتزم بهذا الحجم الكبير من التمويل، ولكن المطلوب ليس فقط تمويل مالي، ممكن أن يكون هناك في نقل للتكنولوجيا، ممكن أن يكون هناك في إسقاط لديون دول متأثرة بهذا الأمر. ولكن دعنا يعني نعود مرة أخرى لمؤتمر مناخ في شرم الشيخ والذي أقر مبدأ الخسائر والأضرار، وهو كان من النجاحات الكبيرة. وكان من المفترض يا دكتور، الحقيقة كان من المفترض يا دكتور فهيم أن سينشأ صندوق كما وعدت الدول الكبرى، وبالأخص فرنسا الحقيقة وعدت، يعني نتذكر أن فرنسا كانت من الدول النشطة في هذا المجال، وقد أكدت على أن الدول الصناعية الكبرى ستنشئ صندوق. هذا الصندوق سيحتوي على 100 مليار دولار لدعم الدول المتأثرة سلبيا من التغير المناخي، ولكن مع الأسف الشديد لم يحدث ذلك. لم يحدث ذلك، وخسر العالم كله وليس فقط الدول النامية أن يكون هناك إجراء جماعي. الآن التغيرات المناخية تضرب في كل مكان وفي وسط الدول المتقدمة، بالفعل يحدث تجريف لبنيتها التحتية التي كلفتها مليارات الدولارات، لأن لابد أن يكون هناك عمل جماعي. التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية، ولابد أن يكون الإجراء إجراء جماعي عالمي من جميع الدول، سواء الدول المساهمة بقوة في غازات الاحتباس الحراري أو الدول المساهمة بأقل من ذلك. ولذلك الأمور اختلفت تماما والظروف اختلفت تماما عن الفترة التي كانت حول اتفاقية باريس. الآن لابد أن يكون هناك إجراء فوري. الجميع يرى، يعني غير المتخصصين يرى، أن هناك في تسارع كبير فيما يسببه تغير مناخ في كل مكان، وهناك خسائر كبيرة جدا، وهذا الأمر أمر غير راجعي. يعني كلما زادت وتيرة التغيرات المناخية غير من الصعب جدا أن نعود إلى ما قبل ذلك، ولكن قد يكون هناك فرصة، وهذه فرصة على أخيرة. الأقل تخفيف الأضرار والآثار السلبية. قد يكون هناك فرصة، وهذه فرصة أخيرة، لعلها تكون فرصة أخيرة، ولعل كلمة السيد الرئيس في هذا الاتجاه واضحة جدا. لابد من الالتزام الفوري بكل ما تم الاتفاق عليه خلال كل مؤتمرات الأطراف السابقة، وخاصة مؤتمر شرم الشيخ الذي تبنته واستضافته مصر، ولعل الإقرار بمبدأ الخسائر والأضرار هو كان في هذا الإطار. نعم دكتور فهيم، كما تعلم حضرتك أن القارة الأفريقية قارة متأثرة بشكل كبير جدا من هذه الآثار السلبية. قارة أفريقيا تمثل تقريبا 55 دولة أفريقية، وهي تعتبر الحقيقة مصدر للدعم الاقتصادي الكامل من المواد الخام للدول الصناعية الكبرى، وأن قارة أفريقيا لا تمثل أكثر من 1% فقط يا دكتور فهيم الحقيقة بالنسبة للآثار السلبية التي تحدثها التغيرات المناخية. هل تعتقد أن سيكون لإفريقيا صوت واحد مجمع تضغط به على الدول الأوروبية في دعم هذه الدول الإفريقية المتأثرة من الآثار السلبية من قبل الدول الصناعية الكبرى؟ دعنا نعود إلى تقارير الهيئات والمنظمات المعنية بالتغير. قارة أفريقيا هي نعم هي مصدر للمواد الخام، ولكنها هي فيما يسمى بالكربون سينك، هي بالوعة كربون. كل هذه المساحات الخضراء في قارة أفريقيا، كل هذه المساحات الكبيرة يستطيع العالم استثمارها لامتصاص أكبر جزء ممكن من ثاني أكسيد الكربون المتخم به الغلاف الجوي. ولذلك لابد للنظر لقارة أفريقيا، ليس لأنها لا غير مساهمة في غازات الاحتباس الحراري، ولكنها قد تكون فرصة كبيرة. لابد من الاستثمار وبقوة في كل أراضي القارة الأفريقية، ومصر جزء من هذه القارة، لأنها ستكون يعني بالوعة كربون كبيرة للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، التي لم يعد هناك احتمال ولو قليل للاستمرار في هذا الضغط من لمليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا. نعم دكتور، يعني كما تعلم أن العالم يحكمه الشق المادي بشكل كبير جدا، المؤسسات المالية الكبرى، رجال الأعمال حقيقة الذين يعني يتحكمون في السياسة من منطلق أنهم يعني هم من يقودون الاقتصاد على مستوى العالم. هل تعتقد
أن الحكومات على مستوى العالم وأيضا بمساندة الشعوب يمكن الضغط على المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى التي تسير السياسة إلى ما يهدف إلى مصلحتها أو تحقيق مصالحها؟ يمكن أن تضغط الحكومات بمساندة الشعوب على هذه المؤسسات ورجال الأعمال على المستوى الدولي والعالمي؟ طبعا الرأي العام العالمي في مجمله له تأثير كبير على كل متخذ القرار والسياسيين وأصحاب الشركات والشركات الكبيرة عابرة القارات. نعم الضغط الكبير من كل دول العالم قد يكون له تأثير، ولكن في نظري هذا الضغط مستمر لعشرات السنين وكان للأسف الاستجابة ضعيفة جدا. الآن ضغط تغير المناخ هو الذي سيفعل ما نريد. تغير المناخ الآن لم يترك مكان على سطح الأرض، حتى المناطق المعتدلة مناخيا التي كانت بعيدة وفي منأى تماما، وهذا ما أدى إلى أن الدول المتقدمة ومعظمها في مناطق معتدلة مناخيا كانت لا تلقي بال لهذا الأمر، الآن هي في وسط هذا الحدث. ولعل التغيرات المناخية لن ترحم أي دولة كبيرة أو صغيرة إن لم يوجد قرار وعمل جماعي للتخفيف من أثار هذه الظاهرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ، كنت معنا تعقيبا على مؤتمر المناخ الذي ينعقد في الإمارات في دورته 28، والذي طبعا ألقى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر، بما أن مصر هي الرئيس الأسبق للمؤتمر المناخ السابق والذي انعقد في شرم الشيخ في العام الماضي 2022، وبالفعل سلمت مصر رئاسة الدورة السابقة إلى الرئيس الحالي للمؤتمر كوب 28، وكان ذلك من قبل السيد سامح شكري وزير الخارجية. ونتابع مع حضراتكم أولا بأول